الفقرة هلا بعنوان بيوتي وانضم لنا دكتور عمر العجمي اهلا وسهلا فيك دكتور عمر ميرسي اهلا فيك اليوم موضوعنا تحت عنوان الترهل بالبشرة والوجه والتجاعيد في قاسم مشترك بيناتهم او كيف التعريف بتم؟ في قاسم مشترك وفي بيختلفوا بمطرحة ثاني هسا التجاعيد هي عبارة عن ترهلات العضلات بالبشرة أو بالجسم بغض النظر المطره بس هي عباره عن انه اه صار في ترهل انه على عمر اكثر شيء العمر يعني بيلعب دور اما الترهل هي عباره عن فاتس يعني اوقات بنلاقيها صبيه صغيره عندها ترهلات ولكن ما عندها تجاعيد يعني بتصير نصاحة بصير نصاحة زيادة سلوليت هاي بنسميها ترهلات أما التجاعيد هي العضلة تعبت فمضي العمر بتسببها <applause> بالنسبة للوجه أوقات ما نلاقي في وجوه مترهلة عن عمر صغير أوقات ما نلاقي وجوه مشدودة وعمرة كبير شو اللي خلى هالترهل يبين على عمر صغير وشو اللي خلى هالبشرة تكون مشدودة على عمر كبير <applause> لما نبلش باول سؤال، الترهلات اللي لا على عمر صغير، في عنا كتير سبب كثير مهم هي النصاح، مم. يعني اجت صبيه كانت كثير ناصحه، راحت عند ضيات الشم مثلا، تبعت حميه، ضعفت، طيب هل خسرت من وزنها مثلا 20 30 او 40 كيلو، او اللي عملت عمليه مثلا، نزلت كثير من وزنها، فوجهه بدو يضعف؟ الوجه مره قبل مره بالحلقه قايلين انه الاناتومي اوف فيس هي عباره عن 10% اوف فاتس طب اللي ضعفت كثير فبدها تخسر هالفاتس كمان فشو بده يصير بالوجه بده يترحل خاصة دائما بنشوف اللي عمليات السليف او نزل كثير ببين على وجهه كثير بتطلع فيه انه يي شو صاير بوجهك؟ انه لا لانه كثير ضعف فهذا هاي الترهلات اما المحافظة على وزنها محافظة على نظام صحي محافظة على سكين كير روتين هيدي يمكن بدها حلقه كامله سكين كير روتين شا ان شاء الله بنحكي عنها آه بتلاقي وجهها كثير حلو نضاره مشدود كثير حلو مشدود عم لمع، عم بيبرق كثير حلو ف بتكون سببها عناية كتير حلوة ومحافظة على نظام حياة كامل متكامل طب الوجه المترهل اوقات تشوف كمان رجال يعني بيخضعوا لهالعمليات او بينقص من وزنهم وطبعا السيدات يمكن لانه بيهتموا اكثر بس هلا بعصرنا الاثنين عم يهتموا <applause> بالوجه مثل بعضهم شو العنصر الاساسي اللي فقدته البشره غير الفات وكيف نحن بنعوض باي طرق ما هو اللي عمل العمليه هو فقد كل انواع الفيتامينز تقريبا <applause> ما هي بتصير الفيتامين بي وخاصة عم نحكي اللي بيعملوا عملية تحويل يعني بيخلعوا بيشيلوا الاليوم الإيليوم يلي يعني هو منطقة بالجهاز الهضمي فبيبطل في أبزوربشن للبي B12 بينفقد بينفقد على الآخر بينفقد تقريبا معظم انواع الفيتامينز عم يعني بينفقدوا مش بس مجرد فيتامين بي فطبيعي هالشي بده ياثر على الوجه بده يبين يعني دائما انا بقول انه الوجه هي مرية الجسم بس بس يعني مثال بسيط شوفك بس عم تحكي شو بكي فرحانه بتمنى ما يكون لا بعرفك ولا بتعرفيني او ما حكيتك او بنفس الوقت ليش معصب ما محادة يعني محادة انه حدا يعني حكى انه معصب، لا هو مرايه، فهالفيتامينز كلها عم تخسرها من الجسم عم يتحولوا عم بيطلعوا برات ال... مش عم يطلعوا برات الجسم مش عم بيكونوا موجودين بالاساس يعني... ما في آه. امتصاص لا ما في امتصاص بالمره، فلذلك ببين هالتعب هالشحوب هالسواد تحت العين، هالكلياته من اسباب نقص الفيتامينز طيب هالفيتامينز وقت بياخذوا هالعمليات عم ياخذوهم كمتممات غذائيه حبوب اوقات بحطوا اي في او مصل، آه عند دكتور آه عمر شو النصيحه اللي هي من الخارج للداخل او لا من الداخل للخارج عبر تناول هالفيتامينز؟ التناول الفيتامينز لا شك انه كثير منيح كثير مفيد ولكن مش مثل ما عم بيمتصوا من الجسم م. يعني الجسم هو مصنع عم بصنعه جوا نفسه بنفسه اما برا عم ناخده كيميكلز يعني عم نحكي بابزوربشن يمكن في اوقات يمتصوا 20% يمكن اوقات يمتصوا 80% يمكن 90% بس منه 100% مثل ما عم يصنعوا الجسم تصنيع اوكي فنحن شو لازم نعمل؟ ما فيش حل صراحة اللي عمل عملية ما في حل بس يضل ماشي على طيب اللي عم تضعف وتنصح وعم تعمل هيدا اليويو شو لازم تتغذى بشرة وجه؟ أهم شيء نحافظ على سكين كير روتين يعني جوه. لازم منا مرطب بدنا كولاجين م. كولاجين كثير مفيد وهلا بدنا نحكي بس شو الفرق بين كولاجين تابلت وكولاجين كريم نا. خاصة على البشرة وخاصة على اللي بتضعف نحن المشكلة إنه بيضعفوا يعني بيروحوا بينسوا وجههم فعليا يعني فلازم بشكل الجسد آه انه والله عم بضعف عم بخسر فاتس وعم يخسر عم بيطلع الميزان صار وزني نازل 10 كيلو ولكن انه عم بينسوا شغلات مهمه خاصه بالوجه انه لازم يهتموا بسكين كير روتين يعني آه كريم بالنهار كريم بالليل آه كولاجين شو بيكون في بداخله هذا الكريم شو تكوينه اهم شيء كولاجين هلا عم نحكي بدنا نعمل ستيميوليشن للكولاجين ماسلز اللي هي اصلا موجوده بالوجه موجودة أوكي. بالوجه لازم نحفزها تحفيز العضلات اللي موجودة عضلات باللوجه. الكولاجين كولاجين. آه لا كرمال يشد هل تراه؟ مش ترهلات التجاعيد والترهلات الموجوده بلس لنزيد الالستيسيتي احنا لازم نزيد المرونه آه. طبعا ما هي المرونه الوجه اوقات بتلاقيه مثلا دائما هاي بحكيها على فيديوهاتي اللي بطلع فيها مثلا بالسوشيال ميديا انه شخصين استعملوا نفس الكريم واحد اعطى نتيجه واحد ما اعطى نتيجه شو السبب او اعطى نتيجه 40% واحد اعطى 80% الفايبرين تيجي ماده بين الوجه أه بين سوري الجلد والعضلات نعم. تيجي بتكون هيدي مثل الشبك وكثير سميك في ناس بتكون عندهم اياها بيستعمل كثير يعني محافظ على الديلي سكين روتين محافظ على مرونه الاستيسيتي بتكون كثير منيحه فيها اما حدا ثاني من له سنه ما انه مستعمل شيء على وجهه وفعلا تمر معي كثير صبايا بيجي انه والله ما انه مستعملين شيء من فتره فلذلك هيدي شو بيصير فيها آه يعني بدنا نقعد نكسر فيها بمعنى نكسر فيها لنزيد المرونه لبعدين بلش تعطي نتيجه طب هيديك تجي عندها الفايبرين كثير منيح وتمام وروق فاستعمل كريم امتصه امتصه الجسم الوجه فعليا وعطا بلش زادت المرونة عملت ستيميوليشن الكولاجين ماسلز شد هالبشره عطا فعلا عم بيلمع، الثاني لا بدها وقت اكثر بيرجع بتحصل على النتيجه بس بدها وقت ما فيها بنفس والله انه نفس الشهر اثنيناتنا ناخذ نفس النتيجه. بحل مشكله الترهل حكما بتخف التجاعيد لانه عم تعمل انفسس على او تحفيز للعضلات ولا لا لا ما خاص لانه التجاعيد إيه؟ خلينا نحكي شو الفرق بينه التجاعيد هي عباره عن شو آه زياده اسيت الافراز اسيت الكولين لل بيدخل على قلب المصل لان اسيت الكولين هو عباره عن هرمون يعني عم بيدخل على العضله فعم بيعملها ترهل كثير يعني طريقه فارماكولوجي من رحنا انه بيجي على نيكوتينيك ريسبتر نيكوتينيك ريسبتر فواتت على المسلز فسببت لها الترهل آه عفوا للتجاعيد الترهل هي زياده فات بيجوا على الاتيبوست دائما زياده فات او انه مثل عم خساره فيتامينز كمان انه بتلعب دور أوكي. بس الفكره فبالنسبه للتجاعيد آه لنحافظ على انه وجهنا يكون منيح بدنا نلجا ل تو ويز اذا بدنا يعني البوتوكس يعني هو صار معروف او الكولاجين الكولاجين الكريم عم بحكي او ميزو الميزو المازو يعني عم ابدا البوتوكس بس مشيت يعني البوتوكس هو عباره عن بوتولين توكسين انا صراحه مش كثير بحفزه يعني يمكن هسه الصبايا ما يحبوا كلامي انه انا ما بحب دائما بقولوا انا ضد البوتوكس ما بحب البوتوكس البوتوكس هو انه عباره عن بروتين سام هو اسمه بوتولين توكسين بروتين سام شغلته يعمل انهبيشن للاسيد الكولين من شان ما يفوت على العضله لما يعمل هالشد لما يعمل هالشد طب هو بس اذا عمل هالشد شو صار يعني عمل بارالايزس فعلا اعطينا حل بديل طب محل حل البديل بنمشي ميزو مثلا ميزو هي عباره عن شو الاورينيك اسيد مع فيتامين مع مينرال مع يعني سكين بوستينج اذا بدي اعتبرها أه بلس أه مثلا كولاجين كريم كولاجين كريم بنكون عم نحفز الكولاجين الماسلز ليفرزوا مبدأ وقت اكثر أوكي. مصدر الكولاجين بيختلف بين كولاجين بحري كولاجين حيواني كولاجين نباتي واي الافضل ينحط على الوجه والاسرع نتيجته هسه بالنسبه للكولاجين كلهم منيح ما في عندي مشكله بيناتهم بس لا شك انه نحن بما اني بحافظ انا على انه خلي بعد عن الكيميكلز النباتي النباتي يعني ناتشورال كون ناتشورال على الاخر أوكي. ما في يعني ما في عندي كيميكالز ما عندي شيء بخوفني يعمل شيء انا شيء سام على الوجه يعني كل حال كل الترند العالمي والبراندز هلا يلي يعني عم يشتغلوا بكل شيء كرامات عم بيلجؤوا للاورجانيك اورجانيك او ناتشورال يعني أو اذا ما, ما كنت أورجانيك. بيور اورجانيك يكون ناتشورال في حل يعني أوكي ولهالتجاعيد بديل عن انه نحن نروح على مكانات وماشينز وابر وغيرها هو لك النتيجه بدها نتيجه سريعه عند بوتوكس الحل الاخر ما, ما, ما في, في الكولاجين بيعطي نتيجه ولكنه بطيء دائما بقول يعني بدا ثلاثه حسب الحاله طبعا أوكي. حسب التجاعيد وحسب الترهلات بس بتروح ثلاثة ستة اشهر يعني بدا بوتوكس خمسة ايام تكون شادد البشره شفت ما احلى <applause> <applause> طب <تصفيق> بس ما هي فكره طب بعمل كمان شلل للوجه <applause> طيب لازم نبلش قبل هالروتين الديلي روتين للبشره للسكين كير او هالمواد الكولاجين من اي عمر يعني بشرتي بتبلش تفقد هيدا الكولاجين مش ناطرتنا ليصير عمري يمكن <applause> 40 و50 غير عم بحكي بهالسيره قلت <applause> البيت الصبي اني يعني خليني احكي من عمر عشرين أو من عشرين لخمسة وعشرين بهيدا العمر أوكي. اللي بلشت تحافظ على تستعمل كولاجين بس بالليل قبل ما تنام ما بدي منها شي بس تستعمل بالليل وسيروم إذا بيكون أحلى وأحلى من 25 ما بيصير عندها تجاعيد انا مسؤول انه ما بيصير عندها تجاعيد طول عمرها هيدي اقامتك بالبرازيل علمتك هالشيء لانه بنلاقي لهم اسم الله وجوههم والجمال البرازيلي متواجد بس بالبرازيل معروف هي كتجميل من الاقوى عالميا ايه؟ يعني واللي بيدرس بالتجميل بتصور مره قريت كنت الرانكينج اهم من امريكا جامعات البرازيل بالتجميل فاذا بنبدا للصبايا من عمر 20 بنبلش اول كريم هو الكولاجين قبل كولاجين. حتى مرطب صح؟ اه فينا يعني أن... أفضل في انواع الكولاجين يعني. عم بيكون بقلبها مرطب فما في داعي الجا للمرطب طيب كثره الكولاجين والمرطب ممكن يسبب افراز زيوت لهيدي البشره بهالعمر النمو ولا لا؟ لا ابدا ابدا ما لها دخل لانه الكولاجين ماسلز بس يفرز هو عباره عن بيفرز كرمال شو يزيد الالاستيسيتي يزيد المرونه ويشد العضله فما لها دخل بمساله الدهون بالوجه هي مساله ثانيه مختلفه تجي من مساله ثانيه ما لها عليها مشان هيك نحن رح نربحك دائما بحلقات شكرا لانك بتجي لهون من البقاع يعني انا بشكرك على وجودك بيوم جديد دكتور عمر العجمي كل توفيق لك على امل لقاءات دائمه مشاهدينا رح نروح لجمال الجسم مع سيف بيوتي كلينك فتابعوا